نعم، نتواصل أكيد لسه معكم في دجوانا في ولايات السودان المختلفة ومن ولاية الجدارف تحديدا. معنا عبر خط الهاتف المراسل والزميل محمد الفاتح. محمد ازيك؟ صباح الخير عليك. محمد صباح الخير، سامعنا؟ أهلا بك أحمد، أنا سامعك جيد وأهلا بك ومرحبا بك، مرحبا بالمشاهدين. حبابك محمد الفاتح، تحية أيضا عبرك لكل أهلنا في ولاية القضارف. نتعرف على نبض الصباح سريعا في ولاية القضارف لهذا اليوم. أول ما يبدأ النبض يبدأ بالسلسل فرصة المحافل. نعم. الأسعار شهدت استقرار في اليومين الماضيين. قنطار السلسل في حدود 4500 جنيه. يعني الأردب في حدود 17500 جنيه، ودي أسعار جيدة بالنسبة لل مقارنة مع أسعار الموسم السابق، لكن أيضا المزارع يتحدث عن زيادة في التكلفة، وبالتالي يحشن في زيادة السعر، وربما يحدث ذلك نسبة للطلب الكبير على السلعة من خلال المشترين في الذين هم في تزايد مع دخول المزاد اسبوعه الثاني. كذلك تشهد ايضا عمليات حصاد محصول الذره نشاط كبير جدا. هنالك شكوى من بعض النقص في المواد البتروليه باعتبار ان عمليه الحصاد اغلبها يتم بالاله. ولكن هنالك وعود بالمعالجات. كذلك ايضا في الناحيه الاجتماعيه هنالك نشاط كبير جدا لديوان الزكاه بالجضارف من خلال دعم الخلاوي. اتبع الديوان نظام الاستثمار في الاراضي الزراعيه التابعه لهذه الخلاوي، معظم هذه الخلاوي تقع في مناطق زراعيه وتمتلك اراضي زراعيه. فمول زراعه هذه الاراضي حتى يكون عائده بمثابة تسيير لهذه الخلاوي باعتبار انها تعتمد على نفسها في تسيير انشطتها وبرامجها. كذلك ايضا بالامس عقدت ورشه كبيره جدا بالجضارف خاصه بالتوعيه بمرض سرطان عنق الرحم باعتبار ان هنالك تنامي كبير في الاصابه بهذا المرض. يعول القائمون على الامر على الاعلام بشكل كبير جدا في التوعية بضرورة الكشف المبكر. تم افتتاح مركز في الجضارف من ضمن 3 مراكز على مستوى السودان في كل من الأبيض وبور السودان والجضارف، وهنالك نشاط كبير في هذا الاتجاه لبرنامج الصحة الإيجابية بالجضارف. كذلك أيضا تتواصل فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكر. تم توزيع عدد من الناموسيات على المرضى من خلال المسؤولين الاجتماعية لبنك الخرطوم فرع الجضارف. أيضا في النشاط الرياضي هنالك في الجضارف تباين في الآراء حول مستوى فريق الشرطة في هذا الموسم. الفريق حتى الآن جمع 10 نقاط فقط. تعادل أول أمس في مباراة الأحداث مع الأهلي الخرطوم، شهدت هذه المباراة اقتحام أحد المشجعين للملعب بطريقة دراماتيكية عقب احتساب هدف لفريق الأهلي الخرطوم، ولكن نجحت شرطة أمن الملاعب في السيطرة عليه قبل الوصول إلى حكم المباراة، ولكن كانت أغرب إلى الطريقة الدرامية، طريقة دخول المشجع واقتحامه للملعب. وهذه ايضا من انعكاسات النتائج الغير جيده لهذا الفريق هذا الموسم. على النقيض هنالك تقدم كبير للفرق المشاركه في الدوري التاهيلي مؤهل الممتاز الاهلي الجضارف وشراغه، ايضا لديهم نتائج ايجابيه ومباريات حاسمه ربما تنقلهم مباشره الى المرحله القادمه. احنا حقيقه شاكرين لك كثير. نعم محمد الفاتح، والله شكرا لك لانك انت نقلت لنا صوره حيه مباشره لحراك في ولايه القضارف، اقتصادي وصحي ورياضي وزراعة وغيرها من كل الاشياء الايجابيه الجميله في ولايه القضارف. شكرا جزيلا لك الزميل والمراسل محمد الفاتح. شكرا لك، كثر خيرك.